أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين. قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وربي جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لأنه مؤمن. وربي جل وعلا يقول عن أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أما الذين ابتعدوا عن المساجد وابتعدوا عن كتاب الله عز وجل فوالله إنهم يشعرون بضيقة عظيمة، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله جل وعلا يقول في القرآن: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله عز وجل في سورة الأحزاب ينادي أهل الإيمان، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله عز وجل يقول في سورة الطور: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. منهم أهل الجنة، الله يجعلنا منهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أو من كان ميتا فأحييناه
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الله عز وجل يقول ومن كان في هذه أعمى في الدنيا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يا إخواني الله عز وجل يقول ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا والله يا إخوان الإنسان بلا قرآن وبلا سنة هو ترى بلا روح فقد الروح جسد بلا روح الله عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم شيخ نايف الله عز وجل قد سمى هذا القرآن نور الله عز وجل يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله عز وجل قد سمى أيضا هذا القرآن نور وأخبر أن الله عز وجل أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور قال الله ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أنا أقول للجميع وأقول لنفسي قبلكم، نحن مع القرآن على أربعة أصناف. نحن مع القرآن على أربعة أصناف. الصنف الأول قولوا آمين، الله يجعلنا منهم. آمين. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذا الصنف الأول، صنف من أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله يجعلنا منهم. هذا الصنف الأول. الصنف الأول يتلونه حق تلاوته. الصنف الثاني صنف جعلوا لهم وردا من القرآن، جعل لهم حزب من القرآن، صفحة صفحتين، عشر صفحات، جزء في اليوم. الله عز وجل يقول: فاقرأوا ما تيسر منه كن منهم. الله عز وجل يقول: فاقرأوا ما تيسر منه، اجعل لك ورد من أجل أن تعيش حياة كريمة. وأيضا الصنف الثالث صنف لا يقرأ، لا يستطيع أن يقرأ كلام الله، ولكنه متمسك بالقرآن. كيف؟ يذهب عند إنسان أو يفك المذياع ويسمع كلام الله. الله أكبر. الله عز وجل يقول عن هؤلاء: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واحد كان من أهل المدينة ما يحسن يقرأ يا إخواني، ولكن عندما دخل المدينة كل ما يدخل مسجد رسول الله يذهب عند إنسان يجيد القراءة فيقول له: أرجوك أن تقرأ علي القرآن من أجل أن يستمع. ففي يوم من الأيام دخل هذا الرجل ومعه المصحف، فوجد رجل شاب يقرأ كلام الله عز وجل، فجلس بجانبه قال: أريد منك أن تقرأ لي شيئا من كلام الله عز وجل من أجل أن أسمع. فقام هذا الشاب يقرأ وذاك يسمع، الذي لا يجيد القراءة يقرأ حتى وصلوا عند آية فيها سجدة، فسجد القارئ وسجد المستمع، فقام القارئ ولم يقم المستمع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من رحمة
رحمة الله عز وجل به أن قبل الله روحه وهو ساجد. الله أكبر. الصنف الرابع قولوا آمين. اللهم لا تجعلنا منه يا رب. وقال الرسول وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا قوم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذه أربعة أصناف يا غالي لمن أقبل على كلام الله عز وجل. أنا وأنت من أي هذه الأصناف؟ أختم أحبابي بآية. الله عز وجل يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى فيه ذكركم؟ فيه عزكم وشرفكم ورفعتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. ثم ختم الله عز وجل الآية فقال أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. يا أخوان الله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. تعرف ايش معنى الرحمن؟ رحمة. هذه رحمة لجميع الخلق. الرحمن أي رحمة تعم الخلق جميعا، حتى الكافر يتقلب في رحمة الله. الله أكبر. حتى الكافر يتقلب في رحمة الله. الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. وهناك أحبابي في الله رحمة خاصة. الله عز وجل يقول وكان بالمؤمنين رحيما. الله يجعلنا ممن يخص الله عز وجل برحمته. يا رب يا رب يا رب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله عز وجل يقول لهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا أخوان في آية في سورة الأنعام والله أتمنى الجميع يحفظها ويكررها بين وبين نفسه حتى لا تغر هذه الدنيا كما غرت الكثير. اسمع وتمعن. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. الله أكبر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن لازم شرطين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. في شفقة. الله أكبر. ما قال يا أيها الذين فسقوا يا أيها الذين أجرموا يا أيها الذين فعلوا ما فعلوا. لا، بكل رقة وبكل عطف وبكل حنان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الله أكبر. يعني حتى كلمة أسرفوا ترك أسرفت على نفسك. كفاية، خلاص كفاية ذنوب ومعاصي. شوف كيف الرحمة من الله عز وجل. الله. طيب هذه الأولى. لا تقنطوا من رحمة الله. الثانية. لا تقنطوا من رحمة الله. الثالثة. إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. الرابعة. إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله